هكذا تبدو الصورة في مدينة المخا غرب تعز، مراكز صيفية دشنتها السلطة المحلية بالمديرية وفي عدد من المناطق الساحلية، والتي رسمت جوا صيفيا أمام هؤلاء الناشئ الذين يكتسبون المهارات والدروس وغيرها من الأنشطة المختلفة. لا مستقبل لشعبنا وبلادنا من دون الاهتمام بهذا الجيل وإعدادهم بالعلم والمعرفة، خاصة وأن ميليشيات الحوثي الإرهابية تستهدف بوحشية شباب وطلاب اليمن في المناطق التي تحتلها، حيث تفرض عليهم فكرا إرهابيا متطرفا يمثل خطرا على حاضر ومستقبل اليمن وأمره واستقراره. نؤكد أن طلاب وشباب اليمن الملتحقين بالمخيمات والمراكز الصيفية سوف يتسلحون بالعلم والمعرفة وبنهج الوسطية والاعتدال الذي سار عليه الآباء منذ أن أشرق نور الإسلام على أرضنا، فهذا سلاحنا لمواجهة قوى الظلام والاستبداد والمضي قدما لبناء المستقبل. السلطة المحلية بالمخا على لسان أمينها الشيخ الآنسي أكدت على أهمية تلك المراكز التي أصبحت ضرورة ملحة في محاربة الظلام والاستفادة المثلى في تنمية الشباب. ندشن هذا اليوم المراكز الصيفية في مديرية المخا، المراكز التي تختص بالشباب والشابات وتسخر لهم كل الجهود المبذولة في سبيل ونجاح المراكز الصيفية لهذا العام لاكتساب مهارات النشوة الشباب. المراكز الصيفية تمثل أهمية كبيرة لكونها مراكز للعلم والمعرفة وتوعية الشباب بالمكتسبات الوطنية وتحصينهم من الأفكار الهدامة وثقافة الكراهية التي تنتهجها الميليشيات الحوثية الإرهابية الإيرانية، التي تعمل على هدم الثقافة اليمنية والقيم الإنسانية بتلغيم عقول الطلاب والطالبات وتفكيرهم بمناهج دخيلة على المجتمع اليمني بثقافة الموت والتطرف والخراب. مراكز صيفية عديدة في المخا وغيرها من مناطق الجمهورية تحصينا للشباب من أي أفكار تروجها ميليشيا الحوثي الإنقلابية، التي أنشأت مراكز صيفية في مناطق سيطرتها وحولتها إلى ثكنات عسكرية ترسل بها الملتحقين للموت وليس للحياة. أحمد مكيبر، قناة سهيل، تعز.